حلقتنا بتتابع وبستقبل فادي الحاج منسقة لجمع التبرعات في مركز سرطان الأطفال في لبنان. أهلا وسهلا فيك فادية بام تي في لايف. طبعا هالمركز الإنساني المهم يلي له 15 سنة عم بيخلص حياة هالأطفال يلي هن أبطال، أبطال صغار عم بيجاهدوا للحياة. بهال 15 سنة شو الأرقام المهمة اللي سجلها المركز وينعاد عليكم كمان بسنين من الشفاء التام؟ هلا مثل ما حضرتك بتعرف مركز سرطان الاطفال هو مركز اقليمي رائد بعلاج الاطفال المصابين بالسرطان من دون اي كلفه على الاهل ومن دون اي تمييز. بهال 15 سنه صار المركز معالج اكثر من 1330 طفل، صار مقدم حوالي 4000 استشاره طبيه. وبفضل التعاون يلي عنا اياه مع سينت جورج ريسيرش هوسبيتال بمنفس تنسي، وبفضل الابحاث الدقيقه والعلميه اللي بيقوم فيها الاطباء والعلماء بالجامعه الامريكيه ببيروت الاي بي ام سي، نسبه الشفاء بالمركز توصل لل 80% لانواع السرطان عامه، واكثر من 90% للوكيميا سرطان الدم يلي هو من اكثر انواع السرطان شائع بين الاطفال. فمثل ما بنشوف انه الارقام الحمد لله عاليه، وان شاء الله على مثل ما بقولوا على مزبوط ان شاء الله يا رب مزبوط. لكن عم تعيدوا السنه ال 15 سنه. نعم 15 سنه عم بتعيدوها بدعوه للحياه او كول فور لايف. مزبوط. شو هي هالحمله؟ نعم، بمناسبه عيد ال 15 مركز سرطان الاطفال بيطلق اليوم حملته كول فور لايف تحت شعار وين كنت وين صرت، يلي من خلالها بنشوف انه كيف الاطفال اول ما بفوتوا على السنتر بيكونوا مريضين وبحاجه لمساعده، والحمد لله كبروا وشفيوا وعم بكفى حياتهم، يلي في منهم عم بكفى علمهم، فاتوا جامعات، في منهم تجوزوا وصار عم بأسسوا عائله. كمان بنشوف كيف السنتر مثل ما ذكرنا بهال 15 سنه صار معالج عدد كبير من الاطفال ونسبه الشفاء عم بتكون عاليه. فمن خلال هذه الحمله كول فور لايف نطلب من الاشخاص اليوم يتصلوا على ال 1424 للتبرع للمركز، وهذا الرقم هو من دون أي كلفة إضافية، هو للأرقام اللبنانية الخليوي والأرضي. أما الأشخاص يلي بحبوا يتصلوا من برا يتصلوا على 01 أو 70-35-15-15. من خلال الكول فور لايف هدفنا أنه نجمع لكلفة علاج 10 أطفال، عشان هيك نحن نطلب من الكل يتصلوا اليوم على ال 1424 لأنه بقى في كتير أطفال بعد بحاجة لمساعدتهم. أكيد بندعي الناس، الرقم على الشاشة عم يقطع أنه يتصلوا. خلينا قبل ما نتابع حديثنا نشوف الفيديو ونرجع نحكي. هاي أنا اسمي ليان، رفيقي كريم كتير مريض وعدته يلعب معي مرة تانية، هو بده كتير مصاري ليصحني، بدي اتبرع له مليون دولار. هيدي أنا ليان، اليوم أنا وكريم شفينا بفضل تبرعاتكم، بس بعد في أطفال كتير بحاجة لدعمكم. بستة نيسان اتصلوا على 1424 لتعرفوا كيف فيكم تتبرعوا. معنا ل 14 شهر هو مزبوط، من 6 نيسان ل 14 نيسان الاشخاص بيقدروا يتصلوا بال 1424 ليتبرعوا. هلا في عنا عده طرق تبرعات، من خلال او ام تي بكل فروعاته بلبنان، من خلال اونلاين، من خلال الويب سايت www.cccl.org.lb، من خلال البنوكي بانك ترانسفيرز، واكيد بشرفونا عنا بالمكاتب بالحمراء بمبنى 56 على الطابق الخامس، وفي كمان من خلال أراميكس أو بينك دوت بيروحوا بياخذوا التبرعات. فبنطلب من كل الأشخاص اللي عم يحضرونا أنه يتصلوا اليوم على الـ 1424 ليتبرعوا ويساعدوا أطفالنا. أكيد بنكرر الدعوة، وكثير بنتمنى على كل الناس اللي عم بيتابعونا، لأنه أوقات اتصال يعني ما مزبوط، تبرع صغير بيعمل فرق، بيسند وبيعمل أكيد. فرق أكيد. رح نروح على المؤتمر كمان اللي عم بتنظموه بمناسبة 15 سنة على إنشاء مزبوط. المركز بمناسبة العيد ال 15 مركز سرطان الأطفال بيعمل مؤتمر الأول من نوعه بلبنان بسبعة نيسان بكرة 2017 بالجامعة الأمريكية ببيروت بقاعة عصام فارس. هذا المؤتمر هو موضوعه عن سرطان الأطفال، وكمان بيحكي عن عوارض هذا المرض وأحدث التقنيات وأحدث التريتمنتس يلي صارت لهذا المرض. بيحكي بهذا المؤتمر أطباء ومختصين بهذا الموضوع من لبنان والدول العربية. حضور هذا المؤتمر مجاني، فبندعي الأشخاص أنهم يحضروا لأنه موضوع مثل ما بيقولوا مهم. على شو رح يضوي يعني؟ على سرطان الأطفال، على والعوارض اللي بتصير، وعلى التريتمنت. بس مين بهم يعني؟ بهم
الأطباء، بهم العائلة، كل الأشخاص، لأنه منه يعني هذا المرض منه بعيد عن ولا حدا، وما بفرق صغير ولا كبير. بس هو هذا الموضوع عن سرطان الأطفال، عن العوارض يلي بتصير الأولاد إذا لا سمح الله صار معهم المرض، العلاجات يلي وصلنا لها، وأحدث التقنيات بخصوص هذا المرض. وحيحكي أطباء مثل ما ذكرت، أطباء ومختصين بهذا المجال من لبنان والدول العربية، يلي كمان ذكرت أنه مجاني، بس بنطلب من الأشخاص أنه يتسجلوا أونلاين على www.cccl.org.lb ليحضروا المؤتمر، أو إذا بدهم بكرة على الساعة 8:30 يتسجلوا ليحضروا المؤتمر. ممتاز. في اي كلمه اخيره بتحبي؟ بطلب برجع بعيد انه من الاشخاص يتصلوا على اليوم على 1424 ليتبرعوا، ونحن بنشكرهم كثير، والاطفال بيشكرون. تحياتنا لكم على هالعمل الجدي الانساني والحقيقي. تحياتنا لكل فريق المركز اللي بنعرفه وبنحبه، وان شاء الله بالشفاء التام ان شاء الله يا لكل رب. الاطفال ان شاء الله يا رب. شكرا لك، اهلا وسهلا. نحن رح نروح على فاميلي مع رولا، وموضوع بهم أكيد أفراد العائلة. كونوا معنا بعد البريك.